بونجور اي بيانفوني سور فوتر شان يوتيوب تربويه مع الاستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم اعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويه مع الاستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي نكملوا على الفروض المراقبه المستمره المرحله الاولى الدوره الاولى من السنه الدراسيه 2021 2022 بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي. بعد ما درنا الفرض الاول في اللغه الفرنسيه واللي كان كيخص لا كومبريونسيون دو ليكري اللي غادي تلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون، اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو لا غرامير. عندي 4 كاستيون ايسي او بيان 4 اكتيفيتي غادي نديرو فيهم الدرسين اللي قريناهم في الوحده الاولى لي سيفيليزاسيون يونيفرسيل. بالضبط في لاكتيفيتي دو لا غرامير قرينا لا فراز فيربال اي لا فراز نومينال وقرينا لي زادجكتيف كاليفي كاتيف. داكوغ، دونك سويف افيك موا. غادي نبداو على بركة الله. بالنسبة اللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يبقى يوصلو جميع الفيديوهات اللي كنقدم ويزيد يشجعنا باش نستمروا ان شاء الله في نشر المحتوى الهادف. اذا لاكتيفيتي دو لا غرامير، لا بروميير كيستيون، ترانسفورم لا فراز فيربال سويفونت اون فراز نومينال. دونك هاد لا فراز هادي سي اون فراز، شنو قالوا لنا؟ ترانسفورم يعني حول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية. داكوغ، دونك هنايا هادي سي اون فراز، دونك لا فراز فيربال، هادي سي اون فراز فيربال، ياك غادي نرجعوها فراز نومينال. كيفاش غنرجعوها فراز نومينال؟ دونك حنا كنعرفو بأن لا فراز فيربال هي لا فراز اللي فيها لو فيرب، وهنا لا فراز نومينال هي نا با دو فيرب، صافي ما عندناش لو فيرب. هنايا خصنا نرجعو واحد لافراز لي مافيهاش لو فيرب، سي بيان. دونك سيت اسباس اي اغريابل، هاد لاسباس هذا اي اغريابل. دونك كيفاش نحولوها؟ نحولوها نقولو كيل اسباس اغريابل، اسباس اغريابل كوم سا، ونديرو بوان ديسكلاماسيون، بوان ديسكلاماسيون كوم سا. داكوغ، هاهي ولات لنا فراز مافيهاش لو فيرب، كيل اسباس اغريابل، ما عندناش لو فيرب هنايا. دونك رجعت لنا فراز نومينال، صافي ما عندناش فيها لو فيرب. ندوزو لا دوزيام كاستيون، سويفا افيك موا توجور. اكري، شنو غادي نكتبو؟ غنكتبو واحد لا فراز، اون فراز كونتونون ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي، اي اون فراز كونتونون ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتات. دابا خصنا نعرفو شنو هو نعم الفرق ما بين لادجيكتيف كاليفيكاتيف اتريبي ولادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتات. اتريبي لادجيكتيف كيكون هنايا، ياك الادجكتيف كيكون هنايا، لو نون كي الكاليفي كيكون هنا، وهنايا مفروق بواحد لو فيرب ديتا، فيرب ديتا صافي، بحال اتر، بحال باغاتر. داكوغ، اذا الادجكتيف هذا كيكون مفروق مع لو نون، ما كيكونش لاصق معاه ديريكت، وكيكون مفروق باش بواحد لو فيرب ديتا. هنا لا، هنا عندنا لو نون وعندنا ادجكتيف لاصق فيه، صافي ادجكتيف لاصق فيه. دونك هاد لادجكتيف هذا كيتسمى ايبيتات، وهاد لادجكتيف هذا في هاد الحاله هادي كيتسمى ادجكتيف اتريبي. دونك غادي نحاول نقترح انا واحد لافراز من راسي كونتونون ان ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي. باغ اكزومبل نديرو لا في، نديرو لا في، اي لا في اي كونتونت. داكوغ، لا في اي كونتونت، هاد لافراز هادي سي اون فراز فيربال، فيها لو فيرب ها هو. داكوغ، l'adjectif fin ou l'adjectif ou content. Donc contente c'est un adjectif qualificatif yeah. Attribut. علاش attribut؟ علاش attribut كنسميوه attribut؟ حيتاش مفروق مع لو نون، هذا هو لو نون. داكوغ، حيت مفروق مع لو نون باش بواحد لو فيرب ديتا اتر، هادشي اللي قلنا حنا، صافي. دابا غنديرو واحد لا فراز كوندونون ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف ايبيتيت، ستادير خصو لادجيكتيف يكون اتاشي ديريكتومون مع لو نون كي الكاليفي، سي بيان. نديرو لا بيل سيفيليزاسيون سو تروف ارابا، لا بيل سيفيليزاسيون سو تروف ارابا. دونك هنا لو نون فينا هو؟ لو نون هي سيفيليزاسيون، هذا سي ان نون. و لادجيكتيف فينا هو؟ بيل. دونك بيل سي ان ادجيكتيف، وفي هذه الحاله هذا سي ان ادجيكتيف ايبيتات. علاش؟ حيت لاصق مع لو نون ديريكتومون، لاصق مع لو نون. دونك شكون هي لي بيل؟ هي لا سيفيليزاسيون. مالها لا سيفيليزاسيون؟ بيل. دونك لا بيل سيفيليزاسيون سو تروف اراب،
D'accord? Donc, هنا غادي نكونوا في هذا الاكزرسيس هذا، كتبنا دو فراز، الاولى فيها ادجكتيف كاليفيكاتيف اتريبي سيتادير مفروق مع لو نوم بواحد لو فيرب ديتا صافي. بالنسبه هنايا لا دوزيام كتبنا واحد لا فراز فيها ان ادجكتيف كاليفيكاتيف ايبيتات سيتادير لادجكتيف اتاشي ديريكتومون افيك لو نوم كي الكاليف سي بيان. باسون على الاكزرسيس 3 suivez avec moi toujours. 3. Souligne l'adjectif qualificatif et précise sa fonction. D'abord, on se trouve là l'adjectif qualificatif. On va nous dire ce qu'est l'épithète ou l'attribut. On a dit l'épithète, c'est-à-dire l'assaq avec le nom qui est le calife, ou l'attribut, c'est-à-dire l'affroc avec le nom qui est le calife, avec le verbe d'être. Ça va? Donc, attention, descente dangereuse. Finalement, l'adjectif. L'adjectif, c'est dangereuse. D'accord? Je n'ai rien de dangereuse. Descente. D'accord? Donc, là, ça a un adjectif. لاصق مع لونو دونك راه باينه اي بي اي بي تات صافي. سيت توال باغي ترونسبارون. سيت توال باغي ترونسبارون دونك ici c'est facile. L'adjectif c'est transparent. L'adjectif c'est transparent ولكن هنايا هذا شنو هو باغي c'est le verbe paraître c'est un verbe d'état donc l'adjectif هذا il qualifie quoi il qualifie la toile, d'accord? Il qualifie la toile. Donc, هذا c'est un adjectif. On peut le attribuer. علاش? حيت je me frappe avec le nom qu'il qualifie, avec le nom. Ou avec l'adjectif. Je me frappe avec le verbe d'état qui va paraître. Les ponts sont suspendus. Les ponts sont suspendus. L'adjectif c'est suspendu. Yak? Ou le nom c'est pont. Et then, on me frappe avec le verbe. هذا verbe. Sans c'est le verbe être. Verbe d'état. Donc, c'est un adjectif attribut. D'accord? Cette lumière bleutée éclaire la chambre. Cette lumière bleutée éclaire la chambre. Oui, l'adjectif, c'est bleuté. Bleuté, c'est-à-dire zrak. Lumière, yani daw zrak. Donc, cette lumière, lumière, c'est le nom. Hada le nom. Ou hada l'adjectif. Donc, je kibel koubi. Ana ou lasak ma l'adjectif. Eden, l'adjectif lasak ma le nom. Ou abitali. C'est un adjectif qualificatif épithète. Dendelokrof épithète. Passons à la dernière question. Coche les cases des phrases nominales. Radendelo, radendelo faqat kwa. Elle a la phrase nominale, la phrase li ma fihach le verbe. D'accord, yani le jumla l'ismi. Un événement inoubliable. Un événement inoubliable. Wesh adna le verbe hna? Ma adnach. Donc c'est une phrase nominal. Le palais de l'Alhambra est un célèbre monument andalou. Donc, on a le verbe ou l'adna. Ah ouais. C'est un verbe. Donc, c'est une phrase verbale, mais c'est nominal. Quelle fierté! Quelle fierté! On a le verbe. Donc, c'est une phrase nominale. Extraordinaire le musée du Louvre. Extraordinaire le musée du Louvre. Donc c'est une phrase nominale aussi. Nous étions passionnés par les lieux que nous avons visités. Nous étions passionnés. Ada, c'est un verbe. Donc nous étions, c'est le verbe être. D'accord? Ada, c'est un verbe. Donc c'est une phrase verbale, c'est pas nominale. C'est bien. Donc les phrases nominales sont un événement inoubliable, c'est une phrase nominale. Quelle fierté, c'est une phrase nominale. Extraordinaire le musée du Louvre, c'est une phrase nominale. D'accord? وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كندعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم، باش نزيد انا نتحفز ان شاء الله ونزيد ندير لكم فيديوهات اخرى لفروض اخرى ان شاء الله. هذا الفرض كان خاص بالاكتيفيتي دو لا غرامير بالنسبه للمستوى السادس ابتدائي. باقي فروض ان شاء الله اخرى جميع المواد وجميع المستويات الابتدائيه ان شاء الله. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.